Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma innahu laysa li ilmun min ayna rizqi wa innama ana atlubu bi khatratin takhturu ala qalbi فأجول في طلب البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري أفي سهل هو أم في جبال أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك اللهم فصل على محمد وآل محمد يا ربي واجعل رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم